السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جبنا لكم وسمو رزقي رمان اللي راهو يكشف واحد الامور خطيره، العصابه كيفاش تكسر في المنتخب الوطني، ويهدر على روحه وصرالو كاع واش داروا له باش يكسروه باش ما يلحقش باريزومبل باش يخرج من الدور الاول. وهذا اللي رانا نقولوا فيه، راهو يديروا على جمال بالماضي خوتي من يعني بدون دخلات وخرجات، لان الفيديو راح يطول، عنده واحد الصوت دوكا خليكم واحد 6 دقائق هو يهدر، وكاين واحد الامور ثاني كنقول لا واحد الكلام ثاني قالوا مع الاخر دوكا خليكم تسمعوه. هذا ما يحدث لجمال بالماضي بالضبط، اسمعوا واش يهدر. تيقولي مي بونك يقدر اليوم بدا غدوه ما يكملش، كيتمن شهور يتبدل الفريق تاعك، يتبدل ما عندكش اكابر لا ستابيليتي دي ليفيكتيف، دونك تو دوار شاك بوان بون ليفيكتيف. بعد دور تاع الافريق ياك اكتشفنا بالله النقائص لازم نصحوهم، ولا مباراه وديه لكاس العرب في 8 شهور بالسابوطاج، زاد تخليها نوتر سابوطاج نوتر انارديما في الوسط، دخل معاه في الكومبلو باش يخلوني في كاس العرب ندير فضيحه للجزائر في كاس العرب ونخرج من الدور الاول. وهذا هو اللي دائما نقولوا راهم يديروا على جمال بلماضي باش يخرج من الدور الاول في كاس افريقيا، كي كرهوا بنادم وكي يحبوا يطيروا مدرب ولا يطاكيو المنتخب، يطاكيو بلادهم، يطاكيو يعني المنتخب تاعهم. الماتش تاع الكاميرون مبيوع من الجزائر، الامور تاع الضربه تاع جمال بلماضي في الكاميرون اللي خرج من الدور الاول، الضربه راهي جايه من الجزائر، الناس كيحبوا على بالنا كاع باللي الاعلام واللي خلطوا كاع راهم حابين يطيروا جمال بلماضي من مده وسنوات هما يجروا باش يطيحوه. راكو شايفين، راكو تسمعوا واش داروا له ثاني هو باش يطيروه، باللي داروا له اخفاقات كيما واش راهو جمال بلماضي كي راهو يندب المشاكل راهم في الجزائر خاوتي، تخرج على برا تربح تجي الجزائر تلقى المشاكل، لي ستاد محفرين، واسمو المباريات يبرمجوهم على باليش كيفاش يشروا الحكام. اسمع وتم طيب شيخ رزقي، انا جاي نقول زين اسمع وتاني جاي انا ماشي اسمع وات الاسماء اللي راح تتحدث عليهم يعني ساهموا في تحطيم منتخب وطني كان حطموا في لذلك قلت لك منتخب وطني سيمثل الجزائر هنا في الجزائر في دوره مؤهله للمونديال. نبغى نحكي لكم لحقنا الامر خطير، كاس عرب الامر خطير جدا، دخل كاس عرب الامر خطير. ماذا يحدث؟ راهو يحدث في المنتخب الوطني الجزائري نفس الشيء، التحطيم وعلى بالكم انتم كاع انتم اللي راكم في البلاطو على بالكم باللي الماتش تاع الكاميرون باعوه الجزائريين، على بالكم بصح ما تقدروش تهضروا لي الامر خطير جدا. الجزائريين راهم يحطموا في ليكيب ناسيونال، يحطموا في المنتخب بنفس الطريقه اللي داروها مع رمان، هذا نفس الشيء، تحطيم بكل معنى الكلمه، لي ستاد محفرين، سبحان الله سيد ماتش تاع اسمو راح سيدي موسى كان مليح الضربه تاع بوركينا فاسو، راح شهر عاود ولا لقى ستاد كاع محفر، وتجوا تقنعونا باللي عندنا سخانه، السعوديه ما عندها سخانه، قطر ما عندها سخانه، تقعدوا واش بينا هو. او الملاعب تاع العالم كاع نورمال، سبحان الله حشيش ما قدرتوش تخدموه، زكاره هذه الملعب بنيتوه بالرقي مبني الملاير، حشيشه طالبه معيشه ما قدروش، حشيشه ما قدرتوش تسقموها، تضربوا في الاستقرار وتضربوا في المنتخب. اسمع وانا نحلل لي ماتش اميك ماشي شغل نضارب حق لو كاين عباد ولا كيشوفوني في لافيديراسيون او بابا طلع له هذا هاي ليك واش تغيضني انا، ما يغيضنيش جمال بالماضي وما يغيضني والو، غيضني الاعلام تاع الجزائري، غيضني الناس راهي تضرب في المنتخب، تضرب في اللاعبين، تضرب حتى في شعور الجمهور اللي راه ماذا به يشوف بلاده تروح لاكوب دي موند، ماذا به يشوف بلاده تدي لاكوب دافريك انه يحطموه باش ما يروحش لاكوب دي موند، يحطموه باش كيما نقولوا ما 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 واسمو يخرج من الدور الاول تاع كاس افريقيا. زيد اسمع اسمع تيقولي مي بونك تسمع وتاني جاي دقيقة برا احكي لكم لحقنا الامر خطير. انا يا انا شخص كشخصي كنت ما كنت نهضر كان عندي ان اوبجيكتيف باسكو كانت عندي مسؤولية لحقت الكاس العرب قدرت نبرمج مباراتين انا شخصيا. كيفاش شخصيا منتخب سيدي كومور جاي يشارك كاس العرب، دخلت في اتصال مع مسؤول تاعهم قلت له اوليو دير ستاج في فرنسا روح ديرو في الجزائر ولعبوا دو ماتش اميكو، وليت انا كومبيني
مع دول اخرى باش نستغل وجودهم. ماشي خدمتك، ماشي خدمتك. انت جايك راس اخر. ما حبوش يديروا له مباريات وديه باش ما يكونش عنده ريتم المباريات باش يخرج من الدور الاول في كاس افريقيا. قال لك انا وليت نشوف بلدان واحد اخرين حابين يديروا تربص، انا قلت لهم روحوا ديروا تربص عندنا في الجزائر. يعني انا وليت نبلعط في العالم في البلدان الاخرى باش يجوا على الاقل تربص. يعني انا ما خلونيش نخرج من الجزائر نروح ندير تربصات، نجيب ناس دير تربصات عندنا في الجزائر ونستغل الموقف هذاك باش ندير معاهم مباراه وديه. وطرمو ما راحش ندير مباراه وديه. هام ليك الناس اللي كانوا. اسمع اسمع، اني جايك ناصر، اني جايك اني جايك ناصر. ومن بعد هذوك المباريات ما لعبتهم، كي لعبتهم كيفاش لعبتهم ناصر؟ كيفاش لعبتهم؟ كيفاش لعبتهم هذوك المباريات؟ يعني لحد الان، لحد الان صغير صغير هنا المشكل. هنا المشكل كان في المديريه الفنيه السابقه. شوف قلت لك مديريه بمرحله، قلت لك كانت مديريه مقيده بالاداره، بالاداره. اداره هي كانت مسلطه على المديريه الفنيه. كيقول اداره امانه العامه سي تو كي ديسيد. علاش انت منتخب اقل من 17 ملعب ولا مباراة لتحضير الكأس العرب وكاين منتخبات أخرى يلعبوا 14 مباراة في 6 شهور؟ علاش؟ باسكو هذاك المدرب بدا نصبتو صغير ما راك تسمع على هذيك اللي راهم حابين يجيبوا جمال بلماضي باش يحطوا المدرب اللي حابينه هما. مادام بلماضي ماشي هما اللي نصبوه يطيروه بأي يعني بكل وسائل. راني نعطي لكم مثل واش راهو يحكي، راهو صار سوا سوا مع جمال بلماضي. مباراة ودية ما يقدروش المنتخب بصح يعرقلوا له في أمور واحدة أخرى، في الحفير تاع الصطاد دائما تربوسات يبعثوا له الصحافة مواقع التواصل الاجتماعي و و و و و و وراكم تعرفوا لي بلاطو يصوتوا منا حسين الأبعاد حاطي الدراجي و دوك. تسمع اسمع اسمع، وليت الشعب وليت حومه وليت كارتي بوبولار. علاش يحبوا لي فرونسي؟ راك فاهم انت تزيري، جمال بلماضي تزيري، ما يعجبهمش الحال. وليد بلادهم ولي لحمهم ودمهم قطعوه يا خاوتي، قطعوه يا خاوتي ويموتوا على حالي لوزيت ومع غوركوف والله غير تحير سي قراب. علاش منتخب اقل من 17 سنه اللي قلت انا مترأسه؟ وعلاش واحد اخر توفر لهم دي تورنوا ليترونجي، لي ماتش ليترونجي، لي ستاج ليترونجي؟ انا في 3 سنين ونص ما خرجت ولا مره. اسمع، لاعبين تاعي ما شافوش ليترونجي في 3 سنين ونص، رغم ان البرمجه تاعي بلون ا بلون بي بلون سي بلون دي. لما تكون في تحضير مثل هذا ولا في اجواء مثل هذه ما تقدرش تتاهل. انا جاي، انا جاي بيان سور، انا جاي لحقت لعبت مباراه وديه. يعرقلوا لهم باش ما يتاهلوش لا كوب دي مود وما يتاهلوش لوسمو باش ينحوهم ويخرجوا لهم مواقع التواصل الاجتماعي انت فاشل ارحل انت مفلس تكتيكيا. نفس الشيء داروها وحرشوا عليه الجمهور وكذا مع انه فاز بكاس العرب. راكم شايفين هما احنا كاين امور اللي ما نعرفوهاش. تصرى ناس يكسروا في المنتخب يديروا له العراقيل باش ما ينجحش المنتخب، وحنا طبعا الجمهور كي نشوفوا المنتخب ما نجحش مدرب فاشل ارحل. هاي لك الخطه اللي راهم يخدموا بها. اسمع، قبل كاس العرب مع ليزي الكومور اسبوع قبل انطلاق كاس العرب، كيفاش لعبتهم؟ اي ظروف؟ ني لي ناسيونال ني درابو طلع، خلوني وحدي لعبت لي ماتش عليكم وحدي. انت جوار توقفوا قدام ماتش انت ماتش اميكال انترناسيونال تحب ولا تكره، لازم توقفوا قدام العالم يطلع العالم. راك تسمع العالم ما طلعوش. راك تسمع لعبنا مباراه وديش ولعبنا ماتش حومه فريق وطني خرج من طاسه الدار نبريباري وحدي ليفيريا موامام ليفيريا موامام. هذا كاس العرب علاش؟ ومن بعد زيد نحكي لك هذه في حكايه قبل كاس العرب، هذه من حيث تحضير المباريات واللاعبين خارج الوطن اللي يشطوا في الخارج. اخترت منهم 6 لاعبين اللي يقدروا يكونوا معايا في القائمه تاع كاس العرب، 6 ولا 7 لاعبين، 7 لاعبين استغفر الله. 3 لاعبين جاوا شاركوا معايا وهذوك 3 لاعبين سيتي لي ريزو لي انا لي ريزو تبعي لحقوا لحقتهم، اما 4 الاخرين ما حبوش يجوا كل واحد الظروف تاعو. وعلامة استفهام كبيرة. المشاهد لما يشوفك تتحدث يقول راه متأثر. لماذا سليمان متأثر من الحديث؟ ما دارش العامل تاعو باش يقدر يلحق لي لاعبين كأس العرب، وهذا علاش في نيزيك على في نيزيك. باش صغير من يخفق في كأس العرب. باش يخفق في كأس العرب.
باش يخرجوا من الدوره ويحوزوه باش ميشي هو اللي يقود الفريق الوطني لكاس افريقيا تاع كاس العالم. هذا هو الهدف تاعهم من... راكو سامعين، وهذا هو الهدف تاعهم مع جمال بلماضي. نفس الشيء نفس الشيء، اضرب اضرب البلاد، اضرب المنتخب، اضرب ما يتاهلش المنتخب الوطني الجزائري، يضربوه باش جمال بلماضي. قلناها عده مرات ومدرب يشهد والصرالو العراقي. اسمع مازال التحكيم الجزائري ما يلحقش، رزقي المحلي المحلي ما يلحقش، وانا انا مسؤول على كلامي، انا مسؤول على كلامي. نزيد نعطيك واش صار لي في كاس العرب، واش صار لي في كاس العرب. قبل الحديث عن كاس العرب، ما هي قصه؟ انا نعطيك اسم، انا جي اسم اللاعب. تعطيني قصه تيديان ديالو. تيديان ديالو، كنت قد انتقيت اللاعب واصريت على تواجده مع المنتخب، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ تيديان ديالو، وما الذي تسبب في عدم تيديان ديالو؟ تيديان ديالو هذا راهو لعب رفيضات على كوب دي موند يو 17 مع فرنسا، مع المنتخب الفرنسي. هو امه جزائريه وباباه سنغالي. جبتو عندي هنا في ستاج اون افريل 2010 اون افريل 2022 في رمضان، شحال افريل 2020، تحضيرا لكاس العرب. لاعب ممتاز داير، وين يلعب؟ وين ينشط؟ يلعب في ستراسبورغ او لعب كاس العالم، لعب لا فينال مع المنتخب الفرنسي. المنصب تاعو اتاكون اكسونتريك، اتاكون اكسونتريك. إيه بعد ذاك اللاعب جدد درساج ما عاودش ولا. خرجت واحد الاكلام في التواصل الاجتماعي للوبي تاعهم، اللوبي تاع سمعتوا اللوبي تاعهم مواقع التواصل الاجتماعي، على هذاك اللي راني نقول لكم يخدموا في مواقع التواصل الاجتماعي باش يعطيكوا جمال بلماضي مفلس تكتيكيا، يرحل جمال بلماضي، جمال بلماضي ماشي مدرب. راكم سمعتوا اللوبي، عندهم لوبيات، كاين عصابات، ماشي عصابة، عصابات في الجزائر تحطم الكرة الجزائرية باش هما يشدوا لي بونس وياكلوا الخبز خبزيست. تاع جماعة تاع هذا الانسان اللي كان يخدم للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اللي كان خالص حوالي 4000 اورو. اللوبي هذا اللي كان يكسر، ماشي اصلا نكمل باسكو علاه ما ديتش اللاعبين اللي كان المسؤول اللي كان حاب نديهم، بس نكمل السيد المسؤول عن خلية ففرادة. وي وي زيد سمع هذه لعب لي سيسبونداوه قطر السودان اللي هو زيد عصام، خرج بنفس الغلطة اللي داروا اللاعب السعودي، نفس الغلطة نفس الخطأ نفس التقرير. عندي حاكم جزائري عطاني عيط لي قال لي هذاك الحاكم اللي اربيتريكم قطر السودان عتبة من طرف لجنة التحكيم تاع كأس العرب. تم حاكم نحن احسن لاعب في كاس العرب، حاكم نحن احسن لاعب مقابل يعني الدوره كامله بعقوبه خياليه باش تشوفوا باللي يخدموا مع الحكام ودوك تسمعوا الكلام. ايقاف اللاعب تاعي كل الدوره واحد ما تدخل، كان قادر الله تيري اتحاد تخلص بالك المونت 4000 اورو يسمحوا له ماتش ولا زوج باش يقدر يلعب دومي في لا فيلا، ولا واحد دخل. شكون في اللجنه، اللجنه المنظمه او اللجنه الجزائريه؟ عطوا لي الجزائريين يخدموا في اللجنه المنظمه تاع كاس العرب، اللي يخدموا يعني تاع كاس العرب راه ما ذكرش الاسماء. عطوني في التعليقات الاسماء، انتم تعرفوهم نورمالمون، راكم على بالكم جزائريين، ومنهم هذا السيد، هذا السيد حاكم كاع المناصب، حاكم كاع المناصب. ما دافعش على لاكوز الجزائريين، وين تورنوا تلعب في بلادنا؟ وزيد لي ماشي لعبتو في لاكوبا راه لعبوني كاع الخمسه سعوديه كاع ثمانيه. او المشاكل في بلادك لو كان تروح تلعبها على برا تجيبها في بلادك يديروا لك مشاكل. لعبوها ثمانيه سعوديه في الليل في الظلمه. لي زونطريمون بروغرام دونطريمون تاعي تيماجيني كل زونطريمون تاعي عندي حتى تلاشيه بلد منظم هو اللي يلعب رزق رمان، ومع الاخر رزق رمان يختم سنوات في الصوره مع قال لك المنتخب الجزائري داروا له بروغرام يلعب على الخمسه، والمنتخب والمنتخبات السعوديه والاخرين يلعبوا على الثمانيه في بلادي. قال لك وحاقريني اسمع زيد اسمع مع رئيس الجمهوريه الله يذكره خير ما نطلعش نصور ويطلعوا هما يتصور. اسمع هذه اخطر في واحد اسمع عرض لي تروا بيرسون لي الدولي تيتر جمال وقرار وانايا الدولي تيتر في الثلاث سنوات الاخيره هادو رحنا في كان لي حديث مع السيد سي جيز فيزف اللي نحييه باسكو وليد فاميليا، وليد فاميليا مسكين خدعوه في دارو، خدعوه ونقولها من هذا المنبر خدعوه في دارو طيروه باش يجيبوه تاعهم، خدعوه في دارو يعني خدعوه بالاعلام بلي خروطه بكذا 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 بكذا. اسمع خدعوه جاهد، قلت له جوج كلمات، قلت له شو جاهد، قلت له بالك ماشي مداصرك ما كم جمال وبوكرا يقدروا يتيمواني واش نعرف يقدروا يهضروا. تو كاين زوج عباد ربي بارك منهم اللي حاكم كاع المناصب
وهذاك حكم الإدارة. مازال ما عرفناش لي حكم ريال مناصب. كل يعلم هذا غير بالك منهم باسكو هذوك هما ايفون تنوير. جمال جمال شد راسو. أنا نحكي امور اللي شد راسو قال له جاهد شتيدي. خلاص سي بون. بلوس كو سا اون بو با دير بلوس كو سا. بالماضي يعرف كلش وقال جاهد قال له قلت لك جاهد قال لك شد راسو قال له جاهد قلت لك. هذا واش نقدر نقول لكم يا خالتي الناس تضر في البلاد عصابات وقلت لكم الحكومه مادام ما تدخلتش في هذه المواضيع هذوما رانا نشوفوا في لي بلاطو اتهامات خطيره وامور خطيره ما شفنا والو حاجه ما تحركت يعني زريبه يا خالتي والله غير الامر يحير بزاف 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 وتغيدك بلادك هذا ما كان نطلب من السلطات تتدخل ودير تحقيق كبير ومعمق معمق معمق تروح جامع مع جمال بالماضي تسمع كلامه تجامع مع هذا تسمع كلامه يفتحوا تحقيق كبير لان اموال كبيره وعصابات راهي في الجزائر حاكم الرياضه. ما نطولش عليكم خاوتي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.